مرتضى كلش احبه وصديقي. هواي ناس قالوا لي طلع له صوره مرتضى، شنو السبب؟ والله صديقه كلش احبه وشخص ناجح ما عنده بالضبط. اشياء سلبيه بالضبط، هذا اللي اريد اوصل له. كلش احبه ومتابعه مليار بالميه. ها اي والله. عندك علاقه بيه؟ تواصلون كذا؟ صديقي مرتضى ما عندي كل شويه. لا يعني التواصل اكو؟ اي عندنا تواصل شلون لا. ها اي والله، وبارك له على المنتج مالته الجديد. الف مبروك ان شاء الله. انا قلت له اول واحد انا اريد من يمه العطر. اي والله هم خليك بالكلوز. بالكلوز هو نشر بالكلوز بالبدايه العطر. ما اعرف انا صار هواي ما فاتح. اي والله تمام. تحياتنا لمرتضى ويا رب نشوفه باعلى المراتب، واكيد ان شاء الله مستقبلا الله يوفقه ان شاء الله. انا متفق وياه سبع، هو كل السبع بس يوصل للعراق يكون احد ضيوفه اكيد. تحياتنا لمرتضى.